عملية اغتيال جديدة طالت هذه المرة واحدا من أبرز الضباط العسكريين بالمحافظة، وهو النقيب عبد الواسع العيدروس القائد السابق لأركان كتيبة المهام الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب في المنطقة العسكرية الثانية، والذي عثر على جثته في داخل سيارته يوم الجمعة الماضية في ناحية شرق مدينة سيئون تعرف باسم حوطة سلطانة. السلطات بمحافظة حضرموت أصدرت بياناً اتهمت فيه من وصفتها بأيادي الغدر والإرهاب بالوقوف خلف العملية دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى، مكتفية بالتوعد لتلك الجماعات. مساء أمس تم إلقاء القبض على الجاني، سنتابع الخيوط الأخرى، سيظهرون الناس آخرين اشتركوا في هذه الجريمة في هذه القضية بإذن الله. بيد أن مصادر عسكرية مطلعة قالت إن العثور على جثة الضابط العيدروس جاءت بعد 3 أيام على اختفائه في ظروف غامضة أثناء قيامه بزيارة عائلية بمنطقة عينات إحدى قرى مديرية تريم بوادي حضرموت. ظروف المكان والزمان اللذين عثر فيهما على جثة القياد العسكري تخلق حالة من الغموض وعديدا من التساؤلات، من بينها أين كان طيلة أيام اختفائه 3 قبل أن يتم إيجاده مقتولا بالرصاص في اليوم 4، وهل كان محتجزا وتعرض للتعذيب على أيدي خاطفيه بغية استخراج معلومات تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب؟ لماذا اختار قاتلوه أن يترك جثته وسيارته في مكان لا يبعد كثيراً عن محيط مقر المنطقة العسكرية الأولى؟ كثيرة هي التساؤلات التي يحتاج الشارع لإجابة لها من قبل سلطات المحافظة، وهي التي تتحدث عن وجود مخطط إرهابي يتم تنفيذه يتربص بحضرموت وكوادرها الأمنية والعسكرية. حوادث تتلاحق في الفترة الأخيرة لا نجد لها مبرر ولا نستطيع نسكت عليها إلى ما لا نهاية. وعلى فرضية وجود هذا المخطط، ما هي الإجراءات المتخذة لإحباطه يتساءل الناس. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.